إيران صعدت من تهديداتها تجاه المملكة العربية السعودية بسبب مسألة التطبيع مع إسرائيل، وهذه المرة وآخر هذه التهديدات هي صادرة من صحيفة كيهان الإيرانية المقربة من المرشد الأعلى الإيراني، فأصدروا هذا المقال بهذا الشكل يتحدثون عن مسألة خطورة التطبيع مع إسرائيل والحديث عن خطورة تطبيع المملكة العربية السعودية طبعا مع إسرائيل، وأهم مقطعين هي هاتين النقطتين التي طبعا ترونها بهذا الشكل، وأخطرها طبعا هي الأخيرة، المقطع الأخير الذي ترونه هو الذي قالوا ببساطة بأن وضع المملكة العربية السعودية ومسألة تطبيعها مع إسرائيل تختلف تماما عما جرى بين البحرين والإمارات العربية المتحدة من جهة وإسرائيل من جهة، تطبيع هاتين الدولتين تختلف مع قصة المملكة العربية السعودية، وعلى هذا الأساس قالوا بأن لو السعودية ذهبت بهذا الطريق فإنها ستدفع ثمنا غاليا جدا بحسب ما تحدثت عنه كيهان الإيرانية. وهذا كله بدأ بعد كل ما صدر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشكل علني على الفوكس نيوز الأمريكية التي ظهر بها بهذا الشكل وقال شيئا فشيئا نقترب من التطبيع مع إسرائيل، بل الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك، بدأت التقارير والزيارات الرسمية تظهر بين الطرفين، وزراء سعوديين ووزراء إسرائيليين بدأوا بزيارات مستمرة، بدأ الإسرائيليون يذهبون طبعا إلى السعودية والسعوديون أيضا من الوزراء يذهبون إلى إسرائيل كما تلاحظون، وفي نفس الوقت يوم أمس كانت هنالك وفدا إسرائيليا ذهب ووصل إلى المملكة العربية السعودية ونشر لهم مقطعا وهم يصلون في داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذه كلها فيها مؤشرات تراها إيران خطيرة بالنسبة لها. وعلى هذا الأساس كان هنالك كلاما قادما من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بهذا الصدد بعد كل ما رأيناه، واعتبر بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو عمل رجعي، واعتبر بأن الحل القضية الفلسطينية هي المقاومة بدلا من التنازل والاستسلام، وحتى القائد طبعا أو المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي كان واضحا أيضا واعتبر بأن هذا رهان على الحصان الخاطئ، لا بل أن هنالك تحركات عسكرية خطيرة إيرانية تأتي باتجاه المملكة العربية السعودية، وهذا أصبح واضحا من خلال مناورات أطلقتها إيران بالطائرات المسيرة، 200 طائرة مسيرة هي التي شاركت في هذه المناورات، وبدأت ولمدة يومين هذه المناورات مستمرة من طائرات مسيرة من العديد من الأنواع مثل طائرات كرار التي ترونها، طائرات مهاجر، طائرات أبابيل، العديد من الأنواع، 200 طائرة هي التي شاركت طبعا في هذه المناورات، والأنواع المهمة لهذه الطائرات كانت تقريبا كل أشكال أو كل أنواع الطائرات المسيرة شاركت بهذه المناورات مثل طائرات الاستطلاع، طائرات هجومية قاصفة، وكذلك طائرات مفخخة في نفس الوقت، وأيضا أن هنالك منظومة رادارية متحركة خاصة في ضبط الطائرات المسيرة أيضا شاركت بهذه المناورات، وأنواع من الطائرات المسيرة جديدة قاموا بعرضها من خلال هذه المناورات التي هي مستمرة لمدة يومين، والمثير بأنها تجري في خليج عمان وكذلك باتجاه أجزاء من الخليج العربي، وأيضا قالوا بأن هذه التمارين والتدريبات التي تأتي بمشاركة الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني هي تأتي في 7 محافظات حدودية إيرانية، كل هذه النقاط التي نتحدث عنها هي تأتي باتجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي طبعا بشكل واضح ومباشر، وسبق لكيهان الإيرانية أن تحدثت واقترحت مع اندلاع التظاهرات في الداخل الإيراني أن تقوم إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يشكل نسبة ما يقارب 20% من التجارة العالمية، وبالتالي هذا ممكن أن يغير الكثير من المعادلات ويضع ضغطا كبيرا أيضا. وهذه المسألة والمناورات بالطائرات المسيرة لماذا هي تعتبر في هذه المناطق؟ هي رسالة واضحة جدا للمملكة العربية السعودية مع كل ما رأيناها من تحركات تجاه التطبيع مع إسرائيل، لأن أساسا إيران كانت بحسب مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية كشف بداية هذا العام بأن إيران كانت تخطط للقيام بهجوم ب300 طائرة مسيرة
تكون هذه الطائرات المسيرة قادمة من العراق واليمن وإيران بشكل مباشر وتستهدف المنشآت النفطية وعلى رأسها طبعا منشأة أرامكو كما ترون هنا بهذا الشكل. وطبعا كانت هنالك بعض الأطراف التي تدخلت توسطت هذه المسألة من ضمنها روسيا بحسب هذا التقرير من أجل أن يقنعون إيران بأن تتوقف من القيام بهذا الهجوم. وبعد ذلك كان هنالك تطبيعا للعلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، ولكن ها هي على ما يبدو بدأت تتدهور هذه العلاقة شيئا فشيئا بسبب كل ما نتحدث عنه اليوم. أيضا من خلال هذه المناورات بالطائرات المسيرة الإيرانية هي تأتي أيضا في تهديد مباشر للولايات المتحدة الأمريكية، فإحدى الطائرات طائرة أبابيل 5 أو أبابيل 5 كانت تصور هذه المدمرة الأمريكية التي ترونها، وهذه المدمرة التي صوروها من خلال هذه المناورات العسكرية هي طبعا اليو اس اس أرلي بيرك الأمريكية المعروفة المتواجدة طبعا في الخليج العربي، هي التي قاموا بتصويرها بهذا الشكل. بل إنهم أيضا قاموا بمناورات بالطائرات المسيرة في استهداف السفن الموجودة في خليج عمان وكذلك في الخليج العربي بهذه الطريقة، وسبق لهم أن استهدفوا بالطائرات المسيرة عددا من الناقلات النفطية المرتبطة بشركات إسرائيلية بكل نجاح. كانت هنالك ما يقارب الحادثتين التي جرت باتجاه هذه السفن، وبالتالي فيها رسالة للولايات المتحدة الأمريكية خاصة، وأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تهدد إيران بشكل مستمر، خاصة وأننا نقترب من 18 من أكتوبر نهاية قرار 2231 المرتبط بالاتفاقية النووية. مسألة هذا القرار تتصاعد شيئا فشيئا، لأن القيود الصاروخية ستختلف وستنتهي على إيران، وإيران قادرة بعد ذلك على إرسال وبيع صواريخها إلى روسيا لتستخدمها روسيا في الداخل الأوكراني، وخاصة أن هنالك دولا مهمة مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا لا زالت هذه الدول تهدد إيران بإبقاء العقوبات، وحتى أن هنالك تفكيرا في فرض السناب باك على إيران في حالة أن الأمور تدهورت وليست هنالك أي عملية تفاوض حول قضية الاتفاقية النووية أو استمرار في المفاوضات، بل العكس تماما. بالتالي هنالك ضغط تشعر به إيران، وإيران تريد إظهار القوة والعزم والحزم من خلال هذه المناورات العسكرية بأنني حاضرة هنا وبأنني قوة إقليمية يجب أن تستمعوا لي. وطبعا التهديدات الإيرانية للمملكة العربية السعودية هي أيضا أشغلت وشغلت الأوساط الأوروبية، على سبيل المثال الأوساط الفرنسية لو فيكاغو الفرنسية التي ترونها تحدثت اليوم عن هذه التهديدات تحديدا، وقالت بأن بالنسبة لإيران هنالك معادلتين. المعادلة الأولى التي قد لا يكون لإيران العديد من المشاكل حولها هي أن التطبيع يتم بين السعودية وبين إسرائيل، وبأن هنالك سفارة إسرائيلية سيتم فتحها في السعودية، وأيضا قد تكون هنالك استثمارات بين الطرفين، وقد تنتهي هذه الاتفاقية إلى هذا الحد. وبالتالي إن انتهت الأمور إلى هذا الحد بحسب هذه الصحيفة الفرنسية فلا مشكلة لدى إيران حول مثل هذا الاتفاق، ولكن لديها مشكلة إذا ما تطورت هذه العلاقة بين السعودية وبين إسرائيل أن تتحول إلى اتفاقيات أمنية وعسكرية بين الطرفين. وقلق كبير من قبل إيران بحسب هذه الصحيفة بأن تكون الأمور وأن يكون هنالك تعاونا بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل في سوريا وكذلك في لبنان من أجل تقويض النفوذ الإيراني الموجود في سوريا وكذلك الموجود في لبنان، وهذه تعتبر مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لإيران إن تطورت العلاقة إلى هذا الحد الذي نتحدث عنه، خاصة وأن أيضا بشكل مباشر على إيران ستكون هنالك مشكلة نوعا ما إذا ما تم مثل هذا الاتفاق، لأننا كما تحدثنا هنالك تطبيعا مع البحرين بين البحرين وبين إسرائيل وكذلك الإمارات العربية المتحدة أيضا وإسرائيل، وها نحن قريب طبعا من مسألة التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وبالتالي إيران سترى بأن هنالك خطا خطيرا أو تشكيلا خطيرا قد تحول في هذه المنطقة أمني وعسكري وفيه استخباري أيضا، وهو يشكل طبعا خطر هائل جدا على إيران. وإيران بالنسبة لها طبعا هذه مسألة مهمة لأنها تقدمت على المستوى النووي كثيرا واقتربت كثيرا من القنبلة النووية، وإسرائيل مستمرة في عملية المناورات العسكرية و التدرب على استهداف المفاعلات النووية الإيرانية. وأيضا إن ما هو مثير أن إسرائيل الآن قد عقدت اتفاقية مهمة للغاية مع أذربيجان تحديدا، الاتفاقية هي مرتبطة بأن إسرائيل قامت ببيع قمرين صناعيين إسرائيليين طبعا
لأذربيجان، وأذربيجان ستستخدم هذه الأقمار الصناعية لصالحها، وأن هذه الأقمار الصناعية هي مرتبطة بالمسائل العسكرية البحتة، وبالتالي هذه المسألة لن تكون مهمة فقط لأذربيجان ولكنه قمر صناعي كما تحدثنا إسرائيلي، أي أن إسرائيل قادرة على الرؤية من خلال هذا القمر الصناعي بكل تأكيد في ظل أنها تكنولوجيا خاصة بهم، وبالتالي هو يعطي نظرة أكبر وعيون أكثر ستفتح طبعا وستكون مراقبة للداخل الإيراني، وخاصة أن أذربيجان تعتبر قاعدة إسرائيلية كما تتحدث إيران، وأن هنالك كثير من المصادر التي تتحدث بأن قد يكون الهجوم الإسرائيلي على المفاعلات النووية إن اتخذوا مثل هذا القرار في المستقبل قد يكون قادما من أذربيجان، وهذه قد تكون وقد يكون تطورا خطيرا للغاية إذا ما وصلت الأمور إلى هذا الحد. وهذه الأقمار الصناعية لكي نتأكد هي كلها قادمة من شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية IAI، هي التي وقعت مع أذربيجان حول هذين القمرين طبعا الإسرائيليين، وبالتالي الأمور فجأة تأخذ منحنى خطير تراه إيران، وقد يفسر لماذا إيران تذهب بهذه التهديدات تجاه المملكة العربية السعودية، وإسرائيل أيضا في ظل المناورات الإيرانية هي أيضا الآن تتطلع للقيام وستبدأ بمناورات عسكرية بحسب إسرائيل ريدار ويدعو أحرنوت التي أكدت بأنها ستكون على مسألة وسيكون هنالك تدريبا من قبل فرق القوات الجوية والمشاة، ودائما هم يقومون بمثل هذه المناورات التدريبات الدريلز التي من خلالها يستعدون لمواجهة وللتوجه لتوجيه ضربات للمفاعلات النووية الإيرانية.